بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، أمين يا سيدنا يا عظيم. وربك الغني ذو الرحمة، والمرحلة دي كلها أثناء الآية دي أنا أدعوكم إلى التعمق في شأنها. وربك الغني ذو الرحمة، ربك يا رب محمد عليه السلام اللي هو منصور عبر الأيام والسنين والأعوام في الدنيا والآخرة. وربك الغني ذو الرحمة إن يشاء يذهبكم، يا بشر الجن، إن يشاء يذهبكم بجائحة كما توجع هذه تخبر الكل، والله ما تفرط يعني. لو شاء الله، لولا رحمته كنا ذو الرحمة لا منا دفعت الكل إلى المنية الموت للبشرية كلها، راهو قادر ربي يرد بالك. وإذا كان اليوم الكثير منكم يمنع يكتسب مناعة، مش معناه مهما كان الكوفيد راهو والله لا تحصون أنواع الفيروسات فقط، مش البارازيت ولا البكتيريا ولا الشامبيون، بل فيروسات برك تحيروا في تعدادها، مش تحيروا في اطلاع على خصائصها وأين تنبت وأين لا تنبت وهل مجر وما هي الفيروس هذا رادك لدول فلاني وغير رادك كل حاجة. يعني شيء إذا كان مش تفتح الباب البحث عن حقائق الفيروسات، ما أنا والله العمر يضرب في ملايين المرات، ولا تقدم إلا أنغستروم في العلم، العلم بين ظفرين علم الفيروسات. اللي هذا رد بالكم، راهو ربي لولا رحمته قلب ذو الرحمة، لولا رحمته لرأيتم ما بعد الموت، يعني ما عادش عندكم هنا في الدنيا مكان موت، الله أعلم. يعقوب والعيلان بدكم في أقل من رمشة عين، راهو إذا كنت شفت لكم كطبيب بالضبط شنو اللي ممكن ومحتمل اللي يقع لكم، برشا منكم مش يجيبوا سكتة مخية، لأنه مش نصف له شوية ما يمكن أن يكون على حسابي لا لحسابي. نعود إن شاء الله.